يا رجالة، أخيرا دخلنا كلية الطب. يلا شباب، ضموا جنب بعض. واحد اثنين. ايه الخلقة دي يا نبيل؟ ياه، أخيرا الواحد اتخرج من الكلية دي. أنا مش مصدق، أخيرا هبقى دكتور. يا فندم دي 9 ودقيقة. 9 وثانية يا دكتور، مفيش امضى. اعمل اذن تاخير يا دكتور. قضيت ولا لسه؟ اذن تاخير. كويس انك جيت، انت جروب سي على فكره. 6 نبطشات في الشهر و3 و4 ريكوستين. كميلة ربنا يسهل. النائب هو كائن مفترس يتغذى على طبيب الامتياز. موطنه الأصلي مستشفى الدمرداش، وللهروب منه يتم غلق التليفون المحمول. أكيد النايب ما قفلتش موبايلك من الصبح ليه؟ طلعك وينزلك وهات دم وجيب دم ومش هتتعلم أي حاجة. لا على فكرة، اطلع شوية فيتالا بس لا ممكن تتعلم لك حاجة. أنا همشي معاك على فكرة، أنا همشي معاك، تشوف أخرتها إيه. أنا طالع، سلام. باي باي. وجاءت اللحظة، لحظة استلام الأحوال. هو من أقدم الطقوس المعمول بها في مستشفى الدمرداش، ويمتد تاريخها إلى أقدم العصور. اتنين. لا استبري عليا بس استبري. بصي، انت تجيبي 4 بيضات ماشي، وبعدين نص ورقة دقيق، وبعدين تخلطيهم مع بعض كده، وملقة ماجي اللي هي ربع جنيه دي، او تجيب المنص خليكي ناصحة يا تشوح ماشي، وبعدين بصلاية تشوحيها. يا بصلاية ايه بس؟ يا تشوح كلمة بس. طب استني كده، هو انت عامله الشارج للكارت بتاعك؟ طب استني، هو مين اللي طالب، انا ولا؟ طب استني. نعم. معلش، كنا محتاجين بس حد يقيس ضغط العيانين هناك، عشان بالهم كتير قوي ما تسلمهمش الضغط. هو حضرتك مين؟ انا امتياز يا فندم. امتياز. هم اللي امتياز كده دايما بيبقوا سخنين على الشغل. طب ما تقيس، هو انا هيشك؟ هو مش المفروض حضرتك انت اللي تقيسي الضغط؟ امال انت يا كابتن شغلتك ايه هنا؟ كابتن؟ انا دكتور حضرتك، دكتور. لا حبيبي، لا يا دكتور. بص، لو ما تعرفش اعرفك، الامتياز هنا
هما اللي بيفايتلوا مش التمريض. ولو ما تعرفش على بس 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 خلاص هفايتل هفايتل. ارجعي لتوحه بواجبتكوا دي. اي توح يا حبيبتي يا جاتيب يا بعدين. بصي بقى، لا ركزي معايا بقى عشان نخلص. ريكوست هو وسيلة يستخدمها النائب لطلب رأي زميله النائب، ويستخدم فيها طبيب الامتياز بدلا من الحمام الزاجل قديما أو التليفون المحمول الحديث. بص يا نبيل يا حبيبي، خد العيان ده اطلع بيه على عيادة الصدر عشان عنده كحة، بعد كده اطلع بيها على عيادة الكبد عشان عنده الصفر، وبعد كده اطلع بيها على عيادة الكلى عشان عنده حرقان في الول، وبعد كده اطلع بيها على عيادة القلب عشان عنده نغزة، واهم حاجه ما تنساش خليهم يمضوا على التذكره. ماشي يا حبيبي. وتبدا رحله الريكوستات، وهي فقره يوميه يقدمها طبيب الامتياز لجماهير الديمرداش العريضه. ولنجاح هذه الفقرة لابد من التتبع الكامل لحركات النائب في كل زمان وفي كل مكان. ولا مانع من طلب المساعدة من بعض الزملاء. نبيل ازيك؟ عامل ايه؟ عامله انت ايه؟ انا تمام، انت ايه اخبارك؟ كويس الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. مالك؟ مشتاق نفسي الصراحه. شاي طاجن ستك ليه؟ مش عارف اعمل ايه، معايا عيان بقالي 3 ساعات بيه، 3 ساعات عنده ريكوست في البطنه، ما حدش عايز يعبرني. لا دخلت النايب الحمام يعني، عامل اكتر من كده؟ طيب ابيض، والراجل مرمي مش عارف اعمل له حاجه، مش عارف اعمل ايه الصراحه. مش عارف احنا موجودين هنا عشان نخفف عليهم ولا نقرفهم اكتر، مش عارف. انا سهل. معلش معلش، هما دايما كده. هما دايما كده وبعدين؟ طيب وبعدين العيانين بتروح مني، وانا بقى قاعد بعيان ولا عارف اجيب له كرسي ولا عارف اجيب له حاجه، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه بقى، مش عارف اعمل ايه. طب طب بص، ما يهمكش، تعالى معايا وانا هتصرف. انا هعمل لك ريكويست. تعرفي حد يعني؟ يا سيدي مالكش دعوه، انا هتصرف. يلا ماشي، هجيب الحاجه. طيب استنى. طيب روحي. طيب وانا جاي. على هاتوا على كرسي. هجيبه شيل هو، انا الاقي كرسي. روحي انت وانا جاي ورا. طب تعالى يلا. كل حاجه على الجونيور، كل حاجه على الجونيور. دم اشع احوال، ارحمنا يا رب. اقعد بقى يابا، انا مش عارف مين اللي عيان يا عم. دكتور دكتور يا دكتور. ايه في ايه؟ معلش يا دكتور، في ريكوست. في ايه؟ في ريكوست بس يا دكتور، معلش. التطبيق خلاص خلص، تعالي بكره الساعه 9 يا دكتور. دكتور بكره كده؟ ماشي يلا تعالى. استنى انت، على مهلك على مهلك. يا دكتور، العيان ده عنده وجع في بطنه وعنده مغص كلوي واخده احتباس في البول، ونص وشه مش بيتحرك.
يستاهلش الرحمة، ما يستاهلش الشفاء، ما يستاهلش الرد. الرد بعد هذا الإنجاز العظيم يستحق كائن الميزو القليل من الراحة. ولا حتى الواحد ليه نفسه ياكل لقمة، كل قرف الواحد يتخنق. يا عم ودي العيان ده للسديد دلوقتي. ودي العيان ده للسديد دلوقتي. دلوقتي يعني ايه العيانة ضغطها 60-40 ما يتبلغش بيها. ما عنديش رصيد. انا رصيد؟ ما عنديش رصيد. ايه رصيد؟ ما عنديش رصيد. ممنوع الوقوف على السلم يا دكتور. حاضر يا فندم، حاضر. يا دكتور معلش في عيان بس السي تي عطلان. عطلان؟ الصور دي بتاعت ايه يعني؟ يا دكتور معلش في عيان بس قاعد علينا بكره. ايه يا عم سمحت يا دكتور معلش في عيان بس. باي. انتوا منكم لله، منكم لله، قادر على كل شيء. يا رب انت برداشتي تختفي، يا رب تختفي. يلا يا استاذ انت على الهوا. يلا. هذا وقد اكد مراسلنا حماد العربي من ميدان العباسية خبر اختفاء مستشفى عين شمس الشهير بالدمرداش في ظروف غامضة وجاري البحث عنها. ايه يا جماعة التهريج ده؟ حاجة اسمها مستشفى اختفت. كات 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 كات. مفيش ريكوستات تاني. خلاص يا ريس. الحمد لله مفيش بنك دم. خلاص يا قاعدين باشا واقف. يا اخي جميله يا اخي. يا بلاش مصحيان بدري يا هزاز. ولا ختم وتجري ورا النايب بقى وتسرق ختم. انا مش متخيل يعني. اوه القيس يا ابني مش متخيل يعني. مفيش تليفون هتلاقيه 8:30 الصبح تلاقي النايب بيكلمك انت فين؟
ازاي مبروك عليك يا مبروك يا مبروك يا مبروك خرابي راح فين راح فين يا معلم يا عم ثواني فرح بسكوت بسكوت انت ما تهش بسكوت 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 ما تفرحش قوي كده ان البرتاش اختفت تعال اتفرج بعد كام شهر على ابواب الجامعه الاوائل الشطار اتفرج بقى هيحصل لهم ايه النهارده يا دكاتره هنعمل عمليه الهرنيه عايزين كلنا نركز كده مع بعضينا عشان العمليه تعدي بسهوله ان شاء الله حضرتك دكتور ناوي تعمل هرنيوغرافي ولا هرنيوبلاستي يعني حضرتك ناوي تحط مش ولا انا هحط شبكه بصوا احنا هنفتح وهنسلك كده يمين وشمال عادي يا دكتور براحتك يعني شايف الكورد كده تجيبه على جنب براحتك ايه ده ده عصب ده يا جدعان ولا عرق ده ولا ايه ده ليه بوين النير حتى موجود جوه الكانال وبره الكورد اه يا دكتور ده بسبلاي الاتيرو سكروتوم ميديا بلانش ميديا ثار ميديا ايه يا حبيبي صاي طب يا حبيبي بره يلا يا حبيبي بره مش عايز اشوف حد تاني النهارده بره يوم كنت خلاص بره عمال ما اسمعش حد يقول مش عايز حد تاني هنا بره قال لك ميديال ساي وهيليوم جواينر هادي اللي بناخده من دكاترة الدمرداش اه ياني مش هعمل هرنيا تاني ده كمان ممكن تلاقي ناس سابت تطب اساسا ميان انا بالميان غربة بتحمل وخلاص كفاية زباله ناس انا بلم زباله اقعد كده وفكر وركز واعرف يعني ايه دي مرداش تحيا الدي مرداش تحيا الدي مرداش تحيا الدي مرداش حته تانيه ما تلزمناش قاعدين في الدي مرداش يلا شعري مظبوط اعزائي المشاهدين صباح الخير اهلا بيكم في برنامج صباح الخير مع تيكو احنا دلوقتي قدام مظاهره تبع مستشفى الدمرداش فيها النواب وفيها الدكاتره وفيها الممرضات قاعدين عاملين مظاهرات عايزين نتكلم مع دكتور من الدكاتره اللي عامل المظاهره في المظاهره اتعرف بيك انت ايوه فندم هو انتوا ليه عاملين المظاهره دي والله يا فندم احنا كل بقى انتوا مش كانت المستشفى كانت اتقفلت وكنتوا فرحانين جدا وقاعدين مبسوطين خالص ان خلاص المستشفى ومش هتشتغلوا ولا اي حاجه وخلاص اما ليه عاملين المظاهره دي يعني اتكلم ممكن اقول حاجه الحقيقه احنا كنا مبسوطين بس ما كناش فاهمين حاجه يعني ودلوقتي بعد ما فهمنا لقينا ان احنا ما بنتعلمش دلوقتي مع اننا زمان ما كناش بنتعلم قوي برده والناس مش لاقيه مكان تتعالج مع انها زمان ما كانتش بتتعالج قوي برضو أيوة بس أيوة. يعني مش عارفين نعمل ايه وربنا يسهل وانا بقول لكل واحد في الحكومه خلاص شكرا لا ازود حاجه حضرتك النواب زمايلي في ناس هاجرت اللي راح المانيا اللي راح كندا اللي راح امريكا في ناس اشتغلت زبالين في ناس بعدت عن المجال مش عارفين نعمل اكتر من كده مش عارفين نعمل اكتر حد ولا 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 صباح الخير معاكي خدني جنبك يا عم عامل ايه الحمد لله الحمد لله ما انت بتعمل ايه هنا جايين يا ابني نشوف موضوع الدمرداش اللي اختفت دي عايزين نشوف الموضوع ده اخره ايه سبحان الله مع ان ما تاخذنيش يعني يا ابني انت لو كنت بتشوف فيها لا شفقه ولا رحمه ولا حتى الشفاء اللي انت كنت عايزينه يا ابني احنا ناس مش لاقيين مكان نتعالج فيه احنا ناس على باب الله لما كان اي حد فينا بيجرى له حاجه سواء انا ولا المدام ولا العيل كنا بنجري بيه على الدمرداش على طول ما كناش بنفكر لكن دلوقتي هنعمل ايه هو صحيح ما تاخذنيش يعني المستشفى هناك عامله زي الخرابه ولا فيها هوا نظيف ولا لقمه نظيفه ولا فيها حته مش زحمه لكن اهو المكان بنتعالج فيه الواحد لما مؤاخذه يا سعادتك كان بيحس ان هو عبد مش بني ادم معلش يا ما هو حالها حال البلد من
الإنسان أرخص حاجة، لأن كل حاجة غالية تاني. مع ذلك كنا راضيين يا ابني، كنا راضيين وساكتين. احنا ناس غلابة يا ابني، احنا ناس على قدنا. أنا راجل أجري بكسب يوميتي باليوم، أجيب منين أنا 100 جنيه أدفعها في كشف، ولا 1000 جنيه أدفعها في رعاية مركزة، ولا 300 جنيه أدفعها في غسيل كلية لمراتي؟ أجيب منين؟ يرضي مين ده؟ يرضي مين لما المستشفى اللي كانت بتلمنا تختفي؟ يرضيك ساعات كتير بنسأل نفسنا، احنا كدكاترة امتياز ايه لازمتنا في المستشفى؟ وجودنا هيفرق؟ هنفيد ونستفيد؟ ولا الموضوع مجرد تضييع وقت وعمر بيعدي؟ بعد اللي شفناه وسمعناه دلوقتي واضح ان الحاجة الصغيرة اللي بنعملها دي بتفرق. من اكبر دكتور لأصغر دكتور بيكملوا بعض. الابتسامة بتفرق. الدكتور يضحك وش العيان عندي احسن من الدنيا عليك. الاهتمام بيفرق، لان الابتسامه بتخفف المريض اللي قدام منه. حتى لو المريض تعبان قوي بيحس كده براحه معاه. والمعامله الكويسه عند عيانين كتير قوي اهم من الدواء نفسه. زي ما دعوه ربنا يخليك يا دكتور تفرق معاك وانت راجع من النبطشيه. الدكتور معلش انا اسف ان هو اخلاق ويعلمك الاخلاق. حتى لو المريض لو المرضى تعبوك وهو موجود بيديلك حقك. اوعى تنسى رسالتك وهدفك، وهو انك تخفف الام المرضى ومعاناتهم، مش بس تقضي على المرض.